ابو صابون رئيس جمعيه نهضه زناته للتنميه والتضامن بعين حروده. الشعور ديالكم في ختام هذا اللقاء التواصلي الاول لذوي الاحتياجات الخاصه؟ احنا في اطار اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه او اليوم العالمي للمعاق، احنا اليوم نظمنا هذا اللقاء تواصل مع السيد عامل صاحب الجلاله على عمله المحمديه بشراكه مع جميع جمعيات المجتمع المدني وخاصه المهتمه بالشخص المعاق. اليوم كان الموضوع ديال الولوجيات اللي صادق عليه البرلمان المغربي بغرفته يعني مجلس النواب ومجلس المستشارين. الحمد لله هذه الولوجيات اللي غتطبق ان شاء الله على المستوى الوطني وخاصه بمدينه المحمديه، وان شاء الله السيد العامل عطى تعليمات باش تطبق هذه الولوجيات وعين لجنه شهريه كل شهر ان شاء الله يكون اجتماعات مع جميع الجمعيات المختصه باش تكون هذه الولوجيات تطبق في جميع الاماكن الخاصه، خاصه في الشبابيك البنكيه اللي خاصنا، خاصه في الطرقات، خاصه في موقف السيارات، خاصه في الاماكن التجاريه، خاصه في القطارات، في المطارات، في الحافلات، لان الولوجيات هي مهمه لتسهيل او تبسيط الخدمات لفائده المعاق خاصه بمدينه المحمديه. شبيه فاطمه رئيسه خطوه امل ذوي الاحتياجات الخاصه وعضوه في شبكه جمعويه للاحتياجات الخاصه، ولكن كنشكر السيد العامل الشكر الجزيل اللي عطانا فتح لنا هذا الباب باش نحتفلوا باليوم العالمي، ولاول مره في تاريخ المحمديه ربما اول عامل اللي كيعطينا هذا الامتياز هذا، وهذا اليوم اللي التقينا فيه وناقشنا موضوع اللي مهم وثقيل الوزن اللي هو موضوع الولوجيات، واللي المفاجاه العظمى انه باش ختم لنا الحفل انه بشرنا بان ان شاء الله السنه الجايه في نفس اليوم 2016 غادي نكونوا حققنا هذا المبتغى اللي ثقيل الوزن اللي ما تخداش بعين الاعتبار وكان حبر على ورق. وانا بصفتي عضوه مع الجمعيات اللي غتكون في اللجنه اللي مسيره اللي غادي تراقب هذا المشروع هذا، فنحن متفائلون جدا 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 لهذه الخطوه اللي غتكون ان شاء الله غادي وانا بصفتي ام طفل معاق اللي ما عندوش اليديات وانه ما كيتمشاش كيتمشى بصعوبه، ربما هذه الولوجيات هذو غادي تنقص ليا من الثقل والعبء ديال الاعاقه. نتمنى يتحقق هذا المشروع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا السيد العامل، شكرا للجميع. شنو الشعور ديالكم في ختام هذا اللقاء؟ الشعور ديالنا مزيان بخير الحمد لله، كلشي مزيان، داك التدخلات اللي دخلوا كلها مزيانين، ولكن نقطة واحدة ما قالوهاش ما ذكروهاش، لأن ذكروا الولوجيات أي واحد تدخل ذكر الولوجيات، ولكن نقطة واحدة ما ذكروهاش، لأن كاينين الناس معاقين الله يحسن العون مضروبة فيهم حتى العظم، الدواء ما لقاوش باش يشريوه، فهمتي؟ ما كيلقاوش باش يشريو الدواء، كيمشيو للطبيب حتى واحد ما كيديها فيهم، بيمشي للباب ويبقى واقف، شكون اللي غيساعدو؟ ما كاينش، كاين اولا كاين الدروج، ما كاينش منين يدخل، ملي غيدخل الاخر لداخل السبيطار، كل واحد يلوح لواحد. بزاف المشاكل كتعانوا فيها. بزاف، ماشي كثيرة، المشاكل كثيرة. نتمنى تحل هاد المشاكل. إن شاء الله.